بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، راح نتكلم عن غطاء الأديتر. غطاء الأديتر واحد من مسببات ارتفاع الحرارة. في أسباب كثيرة لارتفاع الحرارة، لكن راح نتكلم اليوم عن الغطاء حق الأديتر بس. غطاء الأديتر شلون تفحصه وتعرف إنه المشكلة منه أو لا؟ قد يكون في تسريب موية مع الأطراف من هنا، تعرف إنه المشكلة من الغطاء. وفي مشكلة ثانية، تجي للغطاء تلقاه نظيف محله ما في اي مشكلة، ولكن الخلل من الغطاء. شلون تعرف ان الغطاء كويس او عطلان؟ تفصل اللي هذا، تجي اللي ذا، تضغطه ضغط، والاديتر مليان موية. اهم شيء الاديتر يكون مليان موية، تضغط وضغط، ما في مويه ترجع، معناته ان الغطاء كويس ومزبوط ولا في اي مشكله. هذا باختصار.